بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا مع بعض كده يا باشمهندسين نتعرف على الايديتور اللي احنا بنستخدمه علشان نكتب الكود بتاع الاردوينو. احنا المفروض ان احنا بيبقى عندنا برنامج بنكتب عليه الكود اللي احنا عايزين الاردوينو ينفذه، وبعد كده باخد الكود ده من على اللابتوب وبنقله على الاردوينو، وبعد كده بوصل الاردوينو في الدايره بتاعتها عشان تبتدي تنفذ الكود. فاحنا عايزين نشوف البرنامج اللي احنا بنكتب فيه الكود ده هو نسطبه ازاي ونجيبه منين ونشتغل عليه ازاي. طبعا هو البرنامج موجود على موقع اردوينو، موجود على الداونلودز، هتخش على الداونلودز وتقدر تحمله مفيش فيه مشكله. طبعا انا هخش اوريك برده بيتحمل ازاي. فنيجي كده نخش على نشوف الاردوينو اي دي اي. المقصود بالاي دي اي يا باشمهندسين اللي هي المقصود بها الايديتور اللي انت بتكتب فيه. ممكن يعني المايكرو سي بيتقال عليه ايديتور، الكود فيجن اللي بستخدمه مع الاي في ار بيتقال عليه ايديتور وهكذا. فتعالوا كده نخش على الموقع اللي قدامنا ده كده. ادي لما تخش على الموقع هتلاقي الصفحه دي كده مفتوحه قدامك اللي هي صفحه الداونلود. تيجي تخش كده على اردوينو اي دي اي وتيجي تخش على اردوينو 105، تضغط عليها يجيب لك الحاجات اللي انت هتحملها. ممكن تحمل الويندوز انستولر من هنا، او ممكن تحمل الملف اللي هو ويندوز زد اي بي فايل، ممكن تحمل اي واحد من الاثنين. حمل مثلا الويندوز انستولر وبعد ما تحمله ابتدي ايه سطبه. طيب بعد ما بتحمل الملف ده المفروض ان هو الملف بيبقى موجود عندك بالشكل ده كده، بتبتدي تضغط عليه وتسطبه مفيش فيها مشكله. لكن هو طبعا هنا ظهر لي مشكله، انا ليه؟ لان انا مسطبه قبل كده، فقال لي لا ده انت الملف ده متسطب مش هينفع اسطبه كمان مره. فبقول له مفيش مشكله، انت هتمشي معاه بسهوله جدا، ونكست ونكست، الموضوع سهل مفيش فيه خالص اي صعوبه. بعد ما بتسطب البرنامج المفروض كده بيظهر لك على بارتيشن السي في البروجرام فايل بتاعتك الفولدر خاص بالاردوينو. الفولدر ده مهم جدا لان هحتاجه عشان اعرف او عشان اقدر اعمل التعريفات بتاعت بوردة الاردوينو. طيب انا كده خلصت تسطيب البرنامج خلاص، فببتدي ان انا اوصل لايه؟ اوصل البوردة بتاعتي. كده انا وصلت البوردة. طيب البوردة لو انت بتوصلها اول مرة بيجي لك هنا كده يقول لك ان هو يعني بيبحث عن التعريفات بتاعتها. طيب في الغالب مش هيلاقي التعريفات، وهيجي يقول لك هنا كده يطلع لك علامه لونها احمر ويقول لك ايه النون ديفايس، انا مش عارف الديفايس اللي انت موصلها دي. ففي الحاله ديت احنا هنعمل ايه؟ في الحاله ديت كده هنروح على الماي كمبيوتر ونضغط كليك يمين ونقول له مانيج، ونيجي نخش على الديفايس مانجر. المفروض بقى ان انت لو اول مره توصل البورده وما كانتش اتعرفت هيظهر لك هنا كده ايه حاجه لها علامه صفراء، عليها علامه صفراء. افترض مثلا هي طبعا هي ديت البورده عندي اهيت، المفروض ان هي تظهر لك هنا كده بعلامه ايه؟ بعلامه صفراء. فتعمل ايه يا هندسه بقى عشان تخليها تتعرف؟ تضغط كليك يمين وتقول له ابديت درايفر سوفت وير. طيب تقول له براوز فروم ماي كمبيوتر درايفر، وتبتدي تروح فين يا هندسه؟ تروح على الفولدر بتاع الاردوينو اللي موجود في بارتيشن السي. تيجي تخش كده على بارتيشن السي، وتيجي تخش على بروجرام فايل، ومنه على الاردوينو، ومنه على الايه؟ الملف اللي اسمه درايفر اللي موجود جوه الاردوينو اللي انا وريته لكم من شويه. اهو ده كده الفولدر اللي موجود على السي، هتلاقي فيه ملف اسمه ايه؟ اسمه درايفرز. طيب وبعد كده بتقول له اوكي وتقول له نيكست، يقول لك مفيش مشكله اتعرفت. طب لو قال لك ما اتعرفتش بقى في الحاله ديت؟ في الحاله ديت الحل الاخير قدامك ان انت هتعمل ايه يا هندسه؟ هتيجي كده كليك يمين وتقول له تضغط على خصائص ومنها تجيب ديتيلز تفاصيل، وتيجي هنا تضغط كده على ايه بقى؟ تيجي تضغط على الهاردوير اي دي اس، وتيجي تاخد ده كده وتنسخه. تاني هقول لكم الخطوات تانية سريعا اهو. كليك يمين وتجيب خصائص ومنها تجيب ديتيلز ومنها تجيب ديفايس ديسكريبشن، تختار اي هاردوير اي دي اس، وتاخد ده كده وايه وتنسخه، وتروح على النت يا هندسه وتيجي تقول له بيست، انا عايز ببحث على تعريفات للاي دي ده. يبتدي طبعا ممكن يكون في عندي مشكله في النت، هيبتدي يجيب لك ايه تقدر ان انت تنزل عن طريق الاي دي ده، تنزل التعريفات بتاعت البورده بتاعتك. طب نيجي نبص مع بعض كده يا باشمهندسين، هتلاقي بعد ما بحثت كده بالاي دي ده هتلاقي كده في موقع اسمه درايفر ايدنتيفاير، هتضغط على الرابط الاولاني اللي هو ده هيفتح لك الصفحه اللي قدامك دي. هتبتدي من الصفحه اللي قدامك ديت، ما تختارش طبعا الداونلود ديت بتبقى عشان تحمل البرنامج بتاعهم، لا انا مش عايز احمل البرنامج. هبتدي انزل الايه؟ انزل الدرايفرات بتاعت الحاجه اللي انا عايزها. وخدوا بالكم الكلام اللي انا بقوله لكم دلوقتي ينطبق على اي ديفايس مش عايز اتعرف على الجهاز، يعني بتنطبق على اي ديفايس مش عايز اتعرف على الجهاز. بتضغط بعد كده على الداونلود ديت، ما تضغطش برده على الاثنين اللي فوق،
قلت له انا عايز اعمل الداونلود بقى. بعد ما تضغط على الداونلود يقول لك ايه، انا عايزك تسجل عندي. مفيش مشكله، ادي له اي اسم واي ايميل وقول له وسجل عندي، مفيش مشكله. هيجي يقول لك بقى انت عايز تعمل داونلود نون كوميريكال يوز ولا بزنس؟ لا نقول له نون كوميريكال، ماشي. وبعدين يجي يقول لك خلاص بقى الداونلود بتاعك هيبدا في خلال لحظات، ولو ما بداش يضغط على اي واحد من الاثنين دولت هيحمل معاك مفيش مشكله. فمثلا نضغط احنا مثلا على الاولاني ده، ابتدى يقول لك ان انت لو عايز تحمل مفيش مشكله. طيب انا خلاص حملت الملف، وادي الملف موجود عندي اهوت بالشكل اللي قدامي ده. بعمل فيه ايه؟ بفك الضغط بتاع الملف، افك الضغط بتاع الملف كده، فاصبح الملف عندي اهو. وان جاي رايح برده من على الديفايس مانجر، وراح على الكته اللي مش متعرفه واقول له ابديت درايفر، واعمل براوز واروح للحاجه اللي انا ايه اللي انا لسه منزلها دي، كانت موجوده على بارتيشن الاتش ومنه على اردوينو ومنه على سوفت وير ومنه على الملف اللي انا بقول لكم عليه، وتقول له اوكي وتقول له نيكست، يقول لك خلاص ماشي كده اتعرفت ومفيش اي مشكله خالص، وتقول له كلوز. كده انت هتعرف اي ديفايس متوصل على الجهاز ما كانش له تعريفات. اتمنى يكون النقطه دي واضحه وان الموضوع ما يكونش ايه صعب على الناس. طيب انا كده خلصت الايه، عرفت الكته بتاعتي، وفاضل لي دلوقتي حاليا ان انا ابتدي اشغل البرنامج بتاعي واشتغل. انت ممكن تشغل البرنامج من هنا، هتلاقي البرنامج ظهر من هنا، او تكتب حتى كلمه اردوينو كده هتلاقيه ظهر اهوت، او ان انت حتى ممكن تروح تشغله من على بارتيشن السي من على البروجرام فايل اردوينو وتشغله من هنا، او تعمل اللي ديت كده تقول له سند تو ديسكتوب عشان تبقى موجود على الديسكتوب، المكان اللي يريحك انت اعمله. فبعد كده هبتدي يفتح لك الايه، يفتح لك البرنامج بتاعك اللي هو برنامج الاردوينو اللي انا هكتب فيه الكود هنا. كده فتحنا البرنامج، عايزين بس نتعرف فيه كده على شويه حاجات سريعا عشان خاطر يعني نبص على الحاجات المهمه بس. اول حاجه انت عندك قائمه فايل دايما بيبقى فيها نيو وفيها اوبن ودول معروفين، وفيها سيف وسيف از وكلوز، الكلام ده كله احنا عارفينه مفيش فيه مشكله. بس اللي عايزك تعرفه في القائمه ديت المهم فيها اللي هي التبويب اللي اسمه بريفرنس. نخش على بريفرنس كده، هيجي يجيب لك هنا اللغه اللي انت عايز الواجهه ديت تظهر بيها. انا طبعا مختار اللغه الانجليزيه عشان خاطر كده ظهر بالانجليزي. طب انت عايز اللغه العربيه، اطلع فوق في الاول كده واختار اللغه العربيه. بس بعد ما بتختار اللغه العربيه لازم تقفل الاردوينو والبرنامج ده وتفتحه من جديد. طيب عايز تغير حجم الخط، غير حجم الخط، تخليه 20 تخليه 14 تخليه زي ما انت عاوز. عايز تغير المكان اللي المشاريع بتاعتك هتتسيف فيه تلقائيا، يعني انت لما تيجي تعمل سيف هيتسيف هنا. طبعا لما بتعمل سيف انت سيف از بتخزنه في المكان اللي انت عايزه، لكن انت لو عملت سيف باي ديفولت هيتخزن فين؟ هيتخزن في المسار اللي قدامك ده. فانت ممكن تعمل براوز وتختار اي مسار من اي مسار مختلف عن المسارات دي. طيب ايديت طبعا بيبقى فيها قص ونسخ والكلام دوت كله معروف مفيش اي مشكله خالص. السكتش طبعا في حاجات كتير احنا نعرفها قدام ان شاء الله يعني. طيب احنا كده طبعا هنا الجزء ده كده اللي بكتب فيه الكود، يعني الجزء اللي قدامي ده هنا اللي بكتب فيه الكود بتاع الاردوينو، والجزء ده اللي هنا الجزء اللي هنا ده اللي بيظهر فيه الاخطاء اللي موجوده في الكود. وفيريفاي ديت اللي انا بستخدمها بعد ما اكتب الكود علشان خاطر اتاكد ان الكود بتاعي فيه اخطاء ولا مفيش اخطاء. فلو انا مثلا كتبت اي كود هنا كده وبعدين قلت له فيريفاي، هبتدي يظهر لي هنا يقول لي لا ده بص ده الكلام اللي انت كاتبه ده غلط، الكلام ده مش مظبوط. لكن لو قلت له مثلا انتجر ليد بيساوي 12 مثلا وقلت له فيريفاي كده، برضه في ايرور. ليه؟ لان مفيش الداله الرئيسيه اللي موجوده عنده مش موجوده. لما تيجي مثلا تقول له void loop وتيجي تقول له verify، برضه غلط. ليه؟ لان في داله كمان مش موجوده، void setup تقول له verify. مكتوبة غلط. ابتدى يقول لك كده ما فيش اي مشكلة خالص، دان كومبايلنج، يعني الكومبايلنج انتهى وتمام التمام ما فيش اي مشكلة. طبعا الكلام ده هناخده بالتفصيل المرة الجاية، بس انا بعرفك فائدة الايه؟ فائدة البوتون ده. طيب البوتون ده فائدته ايه بقى؟ بيقول لك ابلود. لو انت قريت هنا كده هتلاقي بيتكتب هنا ابلود اهو. طيب فايدته ايه؟ فايدته ان انت بعد ما بتخلص كتابه الكود عايز تنقل الكود على الاردوينو،
فالاردوينو متوصل عن طريق اليو اس بي باللاب. فانت بعد ما بتخلص الكود وبعد ما بتعمل فيريفاي بتبتدي تقول له ابلود. ابلود يعني ايه؟ يعني نقل الكود دوت على كتة الاردوينو. طيب دوت عشان تعمل ملف جديد، وده طبعا عشان تفتح ملف، وده عشان تسيف الملف. كده احنا خلصنا الحاجات المهمه جدا، الحاجات المهمه في الاردوينو اي دي اي. وان شاء الله في الفيديو اللي جاي نبتدي نخش بقى في اول مشروع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.